صحابي عاملين ايه؟ اهلا بكم في الحلقة الخامسة من قطار الشطار. هيا بنا يا اصحاب. والان موعدنا مع القصة، قصة الورد. قطف سيف الورد، وضع الورد على الرف، ذبل الورد على الرف. قال الأب: لماذا تقطف الورد يا سيف؟ قال سيف: أنا أحب أن أشم الورد. قال الأب: الورد أجمل على الشجر. والآن يا أصحابي موعدنا مع السؤال، وسؤالنا بيقول: اذكر السلوك الخاطئ في القصة. يلا يا أصحابي فكروا، هو إيه السلوك اللي قام بيه صاحبنا في القصة؟ Today my birthday party. النهاردة يا أصحابي حفلة عيد ميلادي، وأنا قررت إن أنا أعزمكم في حفلة عيد ميلادي عشان أنا جايبة لكم حاجات كتيرة وجميلة قوي. تعالوا يلا نشوف أنا إيه في عيد ميلادي. كيك، آيس كريم، بيتزا، ووتر، سلاد. شفتوا يا اصحابي انا جبت لكم حاجات جميله ازاي؟ يلا تعالوا شوفوا بقى انا هقول لكم ايه. What do you like to eat in my birthday party؟ ماذا تحب ان تاكل في حفله عيد ميلادي؟ شفتوا يا اصحابي الحاجات اللي عندي دي، شوف ايه اكتر حاجه انت بتحبها وعاوز تاكلها في حفله عيد ميلادي واكتبها. Goodbye. See you soon in another station.